بعون الله تعالى قادرين، القدرة الله تعالى قادرين نحمي حالنا ونطعمي أولادنا، نلحس تراب ونعيش، بس بلا كرامة لا، مش عم تعيشنا عم تذلنا، لا نلحس تراب ونعيش. لنا حق عند إيران وحزب الله، كل قطرة دم سالت بال 2015 بمحافظة سويدا، كل دمع الطفل، الله تعالى ليس محنا إذا من سامح أو من طابق على دم شهدائنا وجرحانا، وحاشا الله تعالى نبيع أو نساوم، ولا نحن اللي منبيع ومنساوم، ولا أهالينا من قبلنا باعوا وساوموا على دمنا، حاشا الله تعالى نسامح فيهم. تدخل الخارجي من حزب الله وإيران بالمنطقة بشكل خاص، جابة المخدرات والإتجار بالمخدرات، هذا الشيء لمسناه نحن عن طريقة عملية لقوات الشيخ الكرامي بال 2018 بمحافظة سويدا. للأسف من أبناء المحافظة اللي عم ينشروا المخدرات والخطف والقتل والسرقة والنهب، للأسف بس نكافح نحن أي فصيل مسلح بمحافظة سويدا، للأسف نتفاجأ أنه معهم بطاقات أمنية تابع شيء لشعبة المخابرات العسكرية، شيء للأمن العسكري، شيء لغير الغيرات. هني قالوا من يملك الخبز يملك القرار، يعني اليوم أنت كنظام أي قرار مالكه؟ إذا من يومين أنت مغلي سعر المحروقات والخبز، أي قرار، عن أي قرار عم تحكي يعني؟ أو أي قرار أنت مالكه بإيدك؟ يعني اليوم وضع المعيشي على الناس كلها، سياسة الإذلال والتجويع الممنهجي على سوريا بشكل عام وعلى سويدا بشكل خاص لتركيع المحافظة، هذا شيء واضح بدناش لا نحن لا غيرنا يحكي فيه، واضح يعني علني معروف شو السياسة اللي عم يتبعوها بالنسبة لمحافظة سويدا. يعني أنت مش قادر تأمن احتياجات الناس ومطالب الناس، مش قادر تلبي مطالب الشعب، لشو وجودك بمحافظة سويدا؟ أكل وشرب ومحروقات وتدفئة وغيره وغيرات، ومش قادر تأمن إلي ولولادي، شو بدي فيك؟ ليش قاعد بين؟ إن شاء الله في شيء بالبال، في شيء عم بيتحضر لقادم الأيام إن شاء الله بيطلع على الإعلام. حالياً نتحفظ عنه من شان ما تنفهم عنا أي فكرة غلط، نحن ضد تقسيم سوريا بالمطلق، ومنكرر قول الشهيد والشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، شهيد الكرامي إما فوق الأرض بكرامة أو تحت الأرض بكرامة، ويا حملة الله.